thing. كل سنة وانتم طيبين يا باشمهندسين، أنا سعيد أوي إن أنا موجود معاكم النهاردة إن شاء الله من غير مقاطعة. أنا الدكتور عمر صلاح، وإن شاء الله بدرس معاكم الجزء بتاع الـ Differential Equations والـ Partial Differential Equations. يا ترى الـ PDF ظاهر قدامكم؟ الناس شايفة الكفر بتاع الكتاب؟ تمام يا دكتور. تمام. تمام، روعة. النهاردة إن شاء الله هي أول محاضرة لينا أونلاين، والمحاضرة بتاعتنا بإذن الله بتاعت النهاردة هتبقى ريفيجن. أنا عايز أقسم الكلام بينا على ثلاث أجزاء أساسية. رقم واحد، أحب أكلمك شوية عن السيستم بتاعنا في الـ يعني اللي أنا بستريح عليه، بحيث إن أنت تبقى عارف إزاي تقدر تجيب السورسز بتاعتك، إزاي تقدر تتابعني. أنا الحمد لله أعتقد إن أنا من الناس المنظمين إلى حد كبير قوي. إن شاء الله من غير مقاطعة دايما هتلاقيني موجود في ميعاد المحاضرات بتاعتك أون تايم، سواء إذا كان إن كامبس أو إذا كان أو إذا كنا أونلاين. فإن شاء الله بإذن الله أتمنى إن الناس تبقى موجودة في أول الليكتشر، سواء إذا كان إن كامبس زي الأسبوع اللي جاي أو بعد كده إن أونلاين لو إحنا النهاردة على تيمز. طيب، بالنسبة للسورسز بتاعتنا، إزاي هتقدر تتابعني كويس؟ لو انت بصيت على الـ LMS which is really very important انك تدخل عليه، هتلاقي في الوقت الراهن انا حملت announcement موجود فيه welcome note وموجود فيه بعض الـ instructions البسيطة. هتلاقي عندك برضو في فيديو انا موجود عندك دلوقتي متحمل اللينك بتاعه من اليوتيوب channel بتاعتنا او اليوتيوب channel بتاعتي، موجود فيه الليكتشر بتاعت النهاردة. أنا دايما بحمل ليكتشرز الأسبوع في بدايته، اللي هي الفيرجن اللي حضرتك شايفها دي، دي الفيرجن دي اللي أنا اشتغلت عليها امبارح مع زمايلك في الكلية اللي هم ميكاترونيك وسوفت وير. كمان هتلاقي في بالنسبة للـ LMS هتلاقي عندك ثلاث فايلات، أنا حطيت لك الكورس كافر والكونتنت وشابتر زيرو اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة باستفاضة إن شاء الله من غير مقاطعة. يبقى إذن أنت دلوقتي بالنسبة للليكتشر في عندك ليكتشر ريكوردد، دي الفيرجن اللي أنا بقولها إن كامبس، بلس المحاضرة اللي احنا هنسجلها سوا دلوقتي مع بعض او اللي احنا بنسجلها دلوقتي برضو هيبقى دايما معمول لها ابلود على اليوتيوب وموجود اللينك بتاعها على الـ LMS. هنمشي كده بالترتيب، يعني week number one هتلاقي عندك في two lectures with the same content، النسخة اللي اتعملت في الكامبس والنسخة اللي هي on teams. الأسبوع اللي جاي إن ربنا أراد وأحيانا هتلاقي عندك الفيرجن اللي أنا هقولها في الكلية برضو هعمل لها أبلود، بلس الفيرجن اللي أنا هعملها on teams مع الـ other two branches الميكاترونيك وسوفت وير، هعمل هيبقوا هم أونلاين الأسبوع اللي جاي برضو I will record one of these lectures وبرضو هعمل لها أبلود تبقى موجودة معك، وبرضو هتلاقي الـ PDF موجود في week number two وجاهز ليك بحيث إن أنت تقدر تخش عليه. طيب انا ليه دايما بحب ان يبقى فيه عندك تو فيرجنز؟ لسبب، لان الفيرجن اللي احنا هنمشي عليها النهارده اذا انت شايف البي دي اف دلوقت ده البي دي اف اللي متحمل على ال ام اس، فانت وقت ما تيجي تذاكر فيه او خلافه يبقى انت وانت بتذاكر كمان معاك نسخه بصوتي على كل كلمه او كل صفحه من الصفحات اللي موجوده عندك بالنسبه للكونتنت بتاعنا او بالنسبه للريفرنس بتاعنا. بتخيل كده ان انت ما عندكش مشكله لا في الريسورس ولا بالنسبه للليكتشرز، انا موجود معاك على طول. كمان You are more than welcome انك to leave any comments على Teams وانا هرد عليها على طول in a timely manner. لو انا مشغول ممكن اتأخر في الرد شوية، لكن once ان انا بشوف ده انا بحاول ارد عليه على طول بحيث ان انت تبقى مطمن ان انا موجود معك. تمام يا باشمهندسين؟ حضراتكم تابعيني؟ تمام. اوكي، النقطة الثانية اللي عايز اكلمك عليها، انت الاساسي عندك بالنسبة للكورس بتاعي الليكتشرز. انا هخرجك من الليكتشر سواء كان on teams او in campus، انت مش محتاج التوتوريال. انا مش بقلل الكونتريبيوشن بتاعت التوتوريال، بس بحاول ان انا احطك في السيفست سايت بحيث ان انت اي شيء انت مرتبط فيه معايا انا،
مش محتاج انك تروح تسأل حد، ترجع لي انا وانا هجاوبك. طيب التوتوريالز ايه الهدف منها في الكليه؟ ان ماي كورس، الكلام ده ينطبق على الكورس بتاعي فقط. مجرد انك بتحضر بتاخد الديجريز بتاعت الجريدز بتاعت الاتندنس، لو ليك سؤال او استفسار من البشمهندسين هيبقوا مور ذان ويلنج ان هم يجاوبوه. ثانيا الاساينمنتس او الحاجات اللي هم هيطلبوها منك سلمها من فضلك، لو في كويز او شيء برضو سلمه، بحيث ان انا هتكلم على الدرجات كمان شويه. لكن من لي ارتباطك الاساسي وفهمك الاساسي ارجوك خده مني انا، دي نقطة مهمة قوي. علشان أجو أوفر إن أنا الباشمهندس مش فاهم منه شوية، أو إن أنا الكلاس الفلاني مواعيده أحسن بس أنا مش عارف أحضره، يبقى خلاص أنت موجود معايا وإن شاء الله تبقى الأمور ساتسفاكتوري بالنسبة لك. خلصت من النقطة دي، عايز أكلمك على الجريدز. أنا من الناس اللي بتحب تدي درجات كويسة، يعني أنا دايما من الناس اللي willing ان انا اديلك اعلى درجة ممكن انها تكون مناسبة ليور سيتويشن. طيب انا للأسف ايديا مش مطلقة في الدرجات زي ما انا عايز، لا انا في برضو regulations بتتحكم معايا، في functions بتحكمني في الدرجات. رقم واحد، انت عارف طبعا ان بالنسبة للgrades بتاعتنا هي متقسمة جزء سمستر وجزء final exam. الفاينل اكزام انا ماليش فيه تدخل، لان غالبا الفاينل اكزام انا بحب اجيبه ام سي كيو تايب، وهنتكلم فيه وهتتدرب عليه، مش هيبقى عندك فيه مشكله خالص. طيب بالنسبه لي يبقى دول 40 درجه بتوع الفاينل اكزام. طب انا هساعدك فيه ازاي؟ بكل بساطه، من اول ليكتشر بتاعه النهارده till the end of our lectures كل محاضره هيجي لك منها اسئله، وانا شغال معاك هقولك انت ممكن تسأل هنا كذا، انت ممكن تسأل في الجزء ده كذا، ممكن المسألة دي تجيلك بشكل فلاني. فانت already هتبقى داخل الامتحان عارف امتحانك، مش هقولك الامتحان نفسه بس خلاص، انت من اول محاضرة بعد تقريبا 10 دقايق اهو انا بقولك الفاينل اكزام ترتيبه هيجي ازاي. انت عندنا، انا هتكلم على الكونتنتس كمان شوية صغيرين، هتعرف ان احنا عندنا main 5 chapters كلهم involved في الفاينل اكزام، والجريدز متوزعة عليهم almost the same، كل ليكتشر عليها درجة من الدرجات بتاعت الفاينل. انا بحس كده ان انا مساعدك قوي، لسبب، لان لو at the worst case scenario في جزء فات منك، في جزء انت مش شاطر فيه، مش مريحك، هتلاقي بقية الامتحان تقدر تجاوب فيه بسهولة جدا. برضو انا مش من الناس اللي بتحب انها تعمل لك تراك سوت وتراب سوت، لا انا ستريت فورورد، يهمني ان انت فهمت الكورس كويس والمسائل بتاعته كويس، خلاص اتس دان. انا بقيس النوليدج اللي انت عرفتها داخل الكورس بتاعي، مش محتاج ان انا اقعد اتعبك معايا طالما انت ذاكرت. يبقى اتخيل بالنسبه لاجابتي دي انت بالنسبه للفاينل اكزام اوريدي عارف الوضع ازاي. طيب بالنسبه للسمستر ورك which is 60 grades، ال 60 هيتوزعوا كالآتي، غالبا 20 20 20 20 for participation، لذلك مهم جدا ان انا دايما اسمع صوتك، مهم قوي اعرف اسمك. انا هنا في الليكتشر بتاعت الاونلاين قدامي اساميكو، بس انا مش شايف مين معايا او شكله ازاي. انكمبس هربط الاسم بالشكل، مرة والتانية هتلاقيني حافظ أسانيكو وحافظ أنت مستواك عامل إزاي، وطبعاً البارتيسيبيشن بتاعتك معايا أونلاين دي عليها درجة كويسة قوي. كمان الاتندنس بتاع الكلية بالنسبة للريكتشرز أو بالنسبة للتيتوريالز عليه نسبة، الأسايمنس موجود عليها نسبة. بالنسبة للكويزز أنا دايماً هتلاقيني بحب إن أنا إيه أفاجئك، يعني هتلاقيني دايماً بقول لك إيه، والله أنت عندك إن شاء الله من غير مقاطعة بوب اب كويز نيكست ويك، يبقى انت عارف ان دايما انا هعمل لك كويز ازاي، فانت هتخش وتتفاجئ، تعمل انك بتتفاجئ، لكن مينلي انت هتبقى عارف مواعيد الكويز بتاعتك. الدرجات بتاعتها هتخش فانكشن في العشرين درجه دول. طيب بالنسبه لل40 درجه التانيين، 20 منهم على الميد تيرم اكزام اللي الكليه هتعمله ان 7 ويك اور 8 ويك، ده ريجوليشن بتاعت الكلية، ده مفيش فيه فصل، ده عليه 20 grades.
طيب ال 20 التانيين يا اما انا هدي لك سكند متر، يا اما اذا كان عندي لكشري اوف تايم هعمله في المحاضرات ان كامبس، يا اما اذروايز هخلي الباشمهندسين يعملوه ان توتوريالز وهاخد منهم الدرجات وهحاول ان انا اساعدك فيها. عشان برضو نفسيا تبقى مستريح، تاكد ان انا هحاول ان الناس كلها يبقى قدامها سيوتابل تشانس في الفاينل اكزام، يعني هدي لك سمستر وورك اذا انا يعني الكلام ينطبق 99% او يعني 98% على الناس كلها، انك هتاخد جريدز تسمح لك انك تخش الفاينل اكزام وتشتغل فيه. هشرح ده اكتر ان كامبس ان شاء الله لما اقابلك الاسبوع اللي جاي. دلوقتي في اي استفسار بالنسبه للسورسز او بالنسبه للجريدز؟ تمام؟ اوكي؟ تمام يا دكتور. اي استفسار؟ كله تمام؟ تمام يا اياد؟ تمام يا دكتور. محمود حسين تمام؟ سامعني؟ نقطة مهمة قوي، أنا دايما بحب إن المايك بتاعك تبقى أنت حاضر المحاضرة والمايك بتاعك شغال. أنا ده يهمني قوي، بحب أسمع صوتك لأن بحس إنك في الوقت ده أنت مركز معايا. تمام، روعة. أنا خلصت من البندين دول، أوكي، بيرفكت. تعال بقى نتكلم على الكونتنتس بتاعتنا. النهاردة إن ربنا أراد وأحيانا أنا هحاول أخلص شابتر زيرو ده إن شاء الله هخلصه زي ما خلصته مع زمايلك إن كامبس إمبارح. شابتر زيرو ده من الشابترز اللي أنا بشوف إنهم مهمين جدا. الليكتشر بتاعت النهاردة غاية في الأهمية، ليه؟ لأنها أولا كل الكونتنت ده أنت واخده قبل كده، لكن أنا عايز أجمعه لأن الكورس بتاعي قايم منلي على integration. واحد شاطر قوي in integration and in differentiation وبيعرف يعمل mathematical manipulation كويس، يعني بيعرف يختصر، يعرف إن هو يستخدم التريجنومتري كويس، فبالتالي لازم أراجع معاك ده على أساس إن أنت تبقى واخد الكورس وإنت نفسك مرتاح مفيش أي مشاكل فيه. ده بالنسبة للليكتشر بتاعت النهاردة. طيب اول ما نخش في الليكتشرز بتاعت الاسبوع اللي جاي، اول ما ابدا في الليكتشر بتاعت الاسبوع اللي جاي انا هبدا اتكلم على الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز وده تشابتر 1 منلي اتليست هياخد مننا 2 ليكتشرز، انا بحاول اخلصه على 2 ليكتشرز. تاكد ان بعد الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز الشابتر ده لما بيخلص لو انا عندي وقت هعمل لك امتحان او هعمل لك كويز في التوتوريالز على الشابتر ده. الشابتر ده من الشابترز الحلوه قوي قوي فعلا، يعني موجود فيه الميثودز اوف سولوشنز اوف اوردينري ديفرنشال ايكويشنز سام اوف ذم ذا موست فيموس ميثودز اللي هم سيبريشن وهوموجينيوس واكزاكت وريديوسابل ولينير وبرنولي. هناخد 2 أو 3 في اول ليكتشر والباقيين في الليكتشر اللي بعديها وهناخد تطبيقات عليهم. بعد ما نخلص الشابتر ده انا هتكلم على الهاير اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشنز. والشابتر ده خلي بالك انا نسيت اقول لك حاجه صغيره، الشابتر اللي فات ده اللي هو بتاع الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز من الشابترز السهله والتستابل. كل ميثود من الميثودز دي لما نشتغل فيها مع بعض هتحس انها سهله جدا وظريفه جدا. طيب احمد انا هذاكرها ازاي؟ بكل بساطه المسائل اللي انا بحلها معاك هي فيها افكار مختلفه لازم تحلها بايدك تاني. ده نقطة مهمة جدا، solved examples اللي أنا بحلها معاك لازم تحلها بإيدك تاني لنقطتين أساسيتين. رقم واحد عشان دايما تحافظ على تركيزك وفي نفس الوقت إن عينيك مع تفكيرك مع إيدك بيمشوا مع بعض بسرعة مناسبة، فده مش هيتم إلا لو أنت حليت البروبلمز أو المسائل اللي إحنا بنحلها مع بعض تاني بإيدك وإنت عندك السولوشنز بتاعتها وعندك الليكتشرز ريكوردد، فإن شاء الله مش هتلاقي فيهم مشاكل. الامتحان بيجي قريب جدا من المسائل دي، مجرد إن هيجي يا إما زيها بالظبط بس باختلافات بسيطة جدا، بوزيتيف يبقى نيجاتيف أو whatever، أو بنزود أرقام أو بنقلل أرقام أو بنعيد ترتيب الإيكويشن هتشوفها، ودي برضو ممكن ما تبقاش حاجة سهلة، فلذلك لازم تتدرب عليهم كويس قوي. خلصنا شابتر 1. السكتش الوحيد اللي موجود في شابتر 1
ان انا هدي لك الاوردينري او هدي لك الديفرنشال ايكويشن وانت اللي هتختار ويتش ميثود في السته دول اللي هي هتبقى سكسسفل ان انت تتعامل بيها وتحل بيها المساله دي. يبقى كل ميثود من الميثودز دي هيبقى سهله قوي عليك وتتقنها وانت احنا بنشتغل عليها. لكن النقطه الاساسيه في شابتر 1 ان انا لو اديت لك ديفرنشال ايكويشن انت تقدر تستنتج انا احلها بانهي ميثود، يا ترى سيبريشن ولا الهوموجينيوس ولا اكزاكت ولا واتيفر. تمام يا باشمهندس؟ لما اتكلم على شابتر 2 في اي حد عنده اي استفسار؟ تمام اوكي اكمل. منا ما سمعتش صوتك. اوكي محمد وليد انا برضو ما سمعتش صوتك. محمد معايا؟ سامعني؟ معاك يا دكتور. اوكي بيرفكت. خلي بالك اول ما نخش في شابتر 2، شابتر 2 بيعالج مشكله الهاير اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشنز، والشابتر ده انا في وجهه نظري اسهل من اللي قبله، لان الشابتر ده هي الميثودز اللي احنا هناخدها سواء اذا كانت الانفرس اوبريتور ميثود او الفاريشن او بارامتر ميثود، هي ستيبس سهله سيستماتيك مفيش فيها تغيير. تخلي بالك بس من الستيبس وتحاول انك تحل زي ما انا قررت السولفد اكزامبلز اللي محلوله، لان كل واحد فيهم فيه فكره وبيبني خلفيه محدده. وانس ان انت خلصت ده خلاص ده جميل قوي. غالبا الميد تيرم بيبقى يا اما هنا يا اما، وطبعا شابتر 2 على فكره بياخد 2 ليكتشرز، يا اما هنضطر ان احنا اذا كان في وقت هدي لك فورير سيريز، وفورير يختلف عن الشابتر الاول والشابتر الثاني شويه، لان فورير سيريز اتس ا تول، هو مش ميثود من الميثودز اللي انا هستخدمها مع سولوشنز بالتحديد، لكن هو تول بتساعدك انك تعمل سمبليفيكيشنز او بيظهر لك بارتس من فورير سيريز ديورينج ما انت بتشتغل في البارشال ديفرنشال ايكويشنز او في الكورسز اللي بعد كده، فهو تول مفيده جدا. غالبا فورير سيريز دي انا بخلصها معاك في وان ليكتشر، يعني تخلص في اسبوع. بعديها بنخش على انتجرال ترانسفورم جميل جدا وهو لابلاس ترانسفورم which is essential in all engineering branches and applications. الجزء بتاع لابلاس غالبا هناخده على 3 lectures، غالبا هناخد lecture how to perform لابلاس ترانسفورم والميثودولوجي بتاعته، بعدين هناخد lecture التانية ازاي practice الانفرس ترانسفورم ونكمل البروبيريتيز بتاعته. الليكتشر الثالثه هنقفل الجزء ده، غالبا بناخد الهيفي سايد وازاي نقدر نحل انتجرال ايكويشن او ديفرنشال ايكويشن يوزنج لابلاس ترانسفورم من الحاجات اللي احنا خدناهم قبل كده في شابتر 1 وشابتر 2. فاينالي هنتكلم على البارشال ديفرنشال ايكويشنز وهي انفولفينج غالبيه الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده، سواء كانت المعادلات ديت انواعها والكلاسيفيكيشن بتاعها وخلاف. اذا كان عندي وقت هناخد في البارشال ديفرنشال ايكويشنز 3 ليكتشرز، اذا كان الوقت حكم في نهايه الترم هناخد فيها ليكتشر او 2 يفهموك الموضوع باستفاضه. زي ما انا قررت لحضرتك بالنسبه للامتحان الفاينل متضمن كل شيء تقريبا من شابتر 1 لغايه شابتر 5، كل الشابترز دي هتبقى انفولفد فيه، وانت بمرور الوقت هتلاقي الامور سهله جدا. النقطه الوحيده اللي عايز ااكد عليها معاك، شابتر 1 الميثودز اللي بتشتغل فيه، يعني خلي بالك شابتر 1 الميثودز اللي بتشتغل فيه خلاف اللي بتشتغل في شابتر 2 فوانس او شابتر 3 او 4 او 5 لانها انذر توبكس. فوانس ان احنا موجودين في شابتر 1 لازم تبقى فاهمه كويس جدا، لازم تحل عليه كويس جدا، عشان وقت ما انا هخش في شابتر 2 انا مش هرجع لشابتر 1 تاني، مش هيبقى عندي اللكتشري اوف تايم ان انا ارجع له تاني، فلازم تبقى انت ذاكرته كويس جدا وفهمه كويس ومرتاح فيه. تمام يا باشمهندس؟ اوكي تمام يا دكتور. كله تمام؟ اوكي تمام. خليني اخد اتندنس، just give me one second please.
Okay, let's download attendance. نبدأ نتكلم بقى على الليكتشر بتاعة النهاردة. الموضوع بتاع النهاردة ده مهم جدا لأنه بيخدمك في كل الحاجة اللي احنا في كل الشابترز اللي هتبقى coming down the road. هبدأ من البداية خالص، أنا عايزك تفتكر المثلث الظريف ده. في بعض الأحيان هحتاجه وهرجع له أقول لك فاكر الرايت أنجل تريانجل اللي كان موجود في أول باراجراف في الجزء بتاع الريفيجن. افتكر كلام بسيط خالص، إن أنا عارف إن ساين ألفا مثلا بيساوي الأوبزيت على الهايبوتنس، إن كوزين أني أنجل بيساوي الأدجيسنت على الهايبوتنس، إن التان بيساوي الأوبزيت على الأدجيسنت. وطبعا ده معناه وانت عارف الكلام ده كويس ان تان اني انجل بيساوي الساين على الكوزين بتاعها. والمعلومة دي غاية في الأهمية لسبب بسيط، لأن يا باشمهندسين لما هاجي أعمل انتجريشن هاجي ألاقي إن تانكس مثلا أنا مش بعرف أعمل لها انتجريشن، فمجبر إن أنا to replace تانكس إنها تبقى sin x divided by cosine x، وفي الحالة دي هتبقى الإجابة negative ln cosine x. فعايزك to remember إزاي بقدر أتعامل مع التان. طبعا افتكر إن الكوت the inverse أو الريسبروكل بتاع التان بتساوي كوزين أوفر ساين. برضو افتكر إن سيككس بتساوي 1 أوفر كوزين، وإن الكوزيك بيساوي 1 أوفر ساين. ودول هيخدموك لو أنا بعمل mathematical simplification أو بعمل بحاول إن أنا to shape up شكل معادلة أو بختصرها بحيث إنها تطلع بشكل كويس. تمام يا باشمهندسين متابعيني؟ تاني الكلام ده بسيط. طالما أنا في الجزء ده يهمني إنك تفتكر الـ general formulas دي، مفيش حد ممكن يكون نسيها، وهي cosine square plus sine square equal 1. طبعا الـ equation دي الـ equation دي أو الـ relation دي between الـ cosine square والـ sine square ممكن إنك تستنتج منها القانونين التانين. أنا شخصيا مش حافظهم للدرجة لكن بفتكر دي على طول، هي موجودة قدام عينيا. لو أنت عملت division على cosine square هيدي لك القانون الأولاني، لو عملت division for the whole relation على sine square هيدي لك القانون الـ third law اللي هو بتاع الـ cot square x plus 1 بيساوي cosec square x. يا ترى أنا هتسئل في دول؟ لا، بس أنت هتحتاجهم وأنت بتشتغل عشان تعمل simplification أو عشان تشيل حاجة وتغيرها هتحتاج ده. القانون اللي تحتيه خطير جدا جدا اللي هو بتاع sin 2x. افتكر إن ده الساين بتاع الدبل ان أنجل وده بيساوي 2 sin x cosine x، وبرضو same way like ممكن أحتاجه لو أنا عايز أعمل simplification أو في أي استخدام من الاستخدامات اللي بعد كده. أخوه جنبه كوزين 2x بيساوي كوزين سكوير x ماينس ساين سكوير x. خلي بالك إن ببدأ بالكوزين الأول بعدين الساين، والساين دايما مرتبط بالنيجاتيف ساين. انزل معايا القانون اللي انت شايفه بتاع كوزين 2x ده قانون عبقري. ليه قانون عبقري؟ لأن القانون ده نجح إنه يعمل ريليشن between cosine as a function with no square ولينكد ات باي كوزين سكوير وساين سكوير. يعني بالعربي بيربط دالة من الدوال المثلثية مش باور 2 مع دوال مثلثية to the power of 2. ساعات بيبقى كوزين سكوير او ساين سكوير اكشوال بيحصل فيهم مشاكل كتير. اول معلومة ان هما مش انتجرابل، حضرتك مش بتعرف تكاملهم. لكن لو أنا جبت إن كوزين سكوير x بيساوي 1 plus كوزين 2x over 2، يعني من اللو اللي موجود قدامي ده وديت الساين سكوير اليمة التانية أو وجبت يعني وديت جبت الساين سكوير x in one side وبقيت النمبرز on the other side، هيدي لك القوانين اللي تحت دي، واحد بتاع الساين واحد بتاع الكوزين. actual دول يهميني قوي إنك أنت حافظهم كويس جداً. أنا شخصياً بحفظه إزاي؟ حافظ إن الكوزين الإشارة اللي في الوسط بوزيتيف، فيبقى 1 plus cosine 2x over 2. طب والساين سكوير زيه بالظبط بس الإشارة اللي في الوسط نيجاتيف. تاني أنا بكرر، خليك معايا فرح، تاني بكرر القانون ده مهم قوي لسبب بسيط، لأن لما هاجي الانتجريشن أعمل انتجريت كوزين سكوير سمبلي مش هتعرفي.
هضطر to replace cosine square by the equivalent form بتاعها اللي هو 1 plus cosine 2x by 2. في الحالة دي الجزء ده أقدر أعمل له integration بسهولة. هيبقى ال1 once you integrate it's gonna be x و cosine 2x هتبقى sine 2x divided by 2 والجزء ده مضروب في half بره. فهيسهل التعامل معاه. باشمهندسين متابعيني؟ أرجوك ركز معايا قوي. مهمة قوي والله المحاضرة دي. تمام؟ أوكي؟ كله تمام؟ تمام. انزل معايا. أنا عايز أكلمك على نوع تاني من أنواع الفانكشنز اسمه هايبر جيومتريك فانكشنز اللي هما ساين هايبر كوزاين هايبر أو شاين كوشاين تانش كوتانش. وألذو إن الساين والكوزاين ريليتد للتريجنومتري أو لهم جيومتريكال مينينج، لكن الهايبر جيومتريك فانكشنز هما مور ريليتد للإكسبوننشال فانكشن e to the power of x أو و e to the power of negative x. طبعا برضو مهمة قوي ان الناس عارفة ان e power negative x هي بتساوي 1 divided by e power x. ما هو اي حاجة in denominator لو انا حبيت اطلعها في denominator بحط اشارة negative in front of الباور بتاعها، ودي معلومة كلكم عارفين. لو انا جبت difference between e x و e negative x divided by 2 هو ده اللي بيطلق عليه شاين، ولو جمعتهم على بعض يبقى إذن ده بيطلق عليه كوشاين زي ما حضرتك شايف. بقيت الريليشنز بالضبط زي التريجنومتري، يعني التانش بيساوي شاين divided by كوشاين، الكوتانش بيساوي 1 over تانش بيساوي كوشاين over شاين، وهكذا بقيت الريليشنز اللي انت عارفها. برغم ان القوانين دي انا مش هستخدمها كتير، لكن بس اذا احنا احتاجناها انت عارف مكانها موجود فين بالنسبه للبي دي اف بتاعك. يبقى اذا الجزء بتاع الريفيجن ده لو انا احتجت حاجه هقدر ارجع لها على طول. عشان ما تعبكش دلوقتي هتلاقي مجموعه القوانين دي اوريدي اكزيست عندك، وهتلاقيني كمان حطيتهم لك في جدول ظريف لطيف زي ما انت شايف. الجدول ده ممكن حضرتك تتخيل ان انا بطلب منك انك تحفظه، لا، بس هو الجدول ده هو ملخص العلاقات اللي انا ذكرتها ورا. لو انا احتجت حاجة منه هفكرك ان الجدول ده انا ممكن ارجع له. طب انا هحتاج بعض الريليشنز دي، ايوه طبعا، الاشهر على الاطلاق ساين سكوير كوزاين سكوير ده لازم احتاجه، التاني لازم احتاجه. خلي بالك احيانا بيبقى عندي كوزاين اكس تايمز كوزاين واي. شوف وانا في الشابتر بتاع لابلاس مش هعرف اعمل لهم لابلاس ترانسفورم، بس لو انا جبت المجموع والفرق بتاع الزوايا يعني عرفت اعبر عن كوزاين اكس وساين واي ان هو ساين الاديشن بتاع ذيس تو انجلز والديفرنس بتاع ذيس تو انجلز، هينفع يتعمل لها لابلاس ترانسفورم. فأكشوال لازم يبقى عندك خلفية عنده. طبعا كل ما تحتاج منه حاجة هقول لك ارجع له بص عليه، بس at least for the time being المين formulas انت حافظها، زي sin square زي cosine square زي tan of x زي ان الكوت المقلوب زي السك هو عبارة عن ايه زي الكوسك، الحاجات دي مهمة قوي. انزل معايا كل حاجة تقريبا متلخصة في التيبل ده. بعد ما احنا خلصنا الجزء دوت انا عايز اكلمك على البيزك ديريفاتيف فورمولاس، القوانين الاساسيه في التفاضل. بص انا حاولت جاهدا ان تكون الليكتشر دي انا لامن فيها اكبر كميه من المعلومات اللي انت شفتها قبل كده، بحيث ان انت لو احتجت حاجه او في حاجه فيها هيزيتيشن يبقى اذا هيتجاوب عليها دلوقتي، فان شاء الله مش يبقى عندك مشاكل بعد كده. أنا بادئ معاك من البداية خالص. خلي بالك إن الـ derivative of any constant equal to zero. خلي بالك إن الـ differentiation أو الـ derivative هو rate of change. يعني من أحد الـ definitions اللي أنا بحبها قوي بالنسبة للـ derivative إن الـ derivative is defined as the slope. التفاضل أصلاً هو عبارة عن معدل تغير المتغير y بالنسبة للمتغير x. عشان كده أنا لما أحب أجيب السلوب بتاع a function بعمل لها first derivative، هو الأصل، لأنه هو الderivative بيوجد لك على طول rate of change.
وزي ما انا قلت لزمايلك امبارح في الجامعه ان كتير جدا من الفيزيكال فينامينز اللي موجوده حوالينا احنا مش بنقدر نحس بالفيزيكال فينامينا باي اتسلف، يعني مش بقدر احس بالظاهره الطبيعيه اللي موجوده قدامي هي نفسها، بس بقدر احس بالتغير بتاعها، زي تغير درجات الحراره، زي تغير معدلات ارتفاع نسب منسوب الميه هكذا. يبقى إذن الحاجات دي أنا بقدر أحس بالderivative أكتر أو بالrate of change، لذلك الderivative غاية في الأهمية إن أنا أبقى فاهمه كويس. على فكرة الجملة اللي أنا قلتها دلوقتي دي يا مريم بتعرفك ليه derivative of any constant equal to zero، لأن لما أقول لك y بيساوي 5 مثلا على سبيل المثال، طب ما هي y بتساوي 5 بس ما فيش فيها change، فالrate of change بتاعها بيساوي zero، فit makes sense. لما اجي ابص على 2 بيقول derivative is only distributed on sum or difference، تفاضل ما يتوزعش الا على الجمع والطرح بس، لكن لو في multiplication او division هو مش بيتوزع عليهم، لا ده له قوانين بتستخدم في حاله اذا كان عندي multiplication او division between various functions. تمام يا باشمهندسي؟ أما هتنزل هتلاقيني منظم لك عملية القوانين بتاعت التفاضل في الجدول اللي حضرتك شايفه ده. هتلاقي هنا المين فانكشن الفورم أو القانون، بعدين جنبه الدريفاتيف بتاعه، بعدين جنبه الاستريتيف اكزامبل أو اكزامبلز. يعني مثلا y بيساوي a constant، الدريفاتيف بتاعها يساوي 0، المشتقة بتاعتها بصفر. لو قلت y بيساوي 6 يبقى y داش بيساوي 0، لو قلت f of x بيساوي negative 5 يبقى f داش بتساوي 0. يبقى إذن أنا شفت بالنسبة ل y بيساوي constant. طب if it إن y بيساوي x يبقى إذن y داش هيساوي 1، وهتلاقي الستريتيف اكزامبل بتاعها موجود قدامها لأن هي أصلا special case. انزل لو أنا عندي y بيساوي c في x، لو y بيساوي 5x 6x minus 3x الديريفاتيف بتاعها بيساوي الكونستانت. يعني لو y بيساوي 5x يبقى y داش بيساوي 5، لو y بيساوي نيجاتيف 3x او f of x بتساوي نيجاتيف 3x يبقى f داش بيساوي نيجاتيف 3. شوف انا بادئ من التحت قوي وبالبدايه خالص. اول ما انزل كمان شويه القانون ده غايه في الاهميه. القانون ده بيتكلم على نوع من الفانكشنز احنا بنستخدمها كتير، اللي هي الباور فانكشن. الباور فانكشن اللي هي x to the power of n، ودي الديريفاتيف بتاعها. طبعا بعمل 2 ستيبس، ارجوك يا باشمهندسين ركزوا قوي، بعمل 2 ستيبس، بنزل الباور وبطرح من الباور واحد. يبقى اذا على طول x to the power of n y داش بتاعها بيساوي ايه؟ n times x to the power of n minus 1. على سبيل المثال لو قلت y بيساوي x power 2 يبقى y داش هعمل حركتين، ال 2 تنزل واطرح من ال 2 1، يبقى اذا بتساوي 2x. طيب x power 5 يا ترى الديريفاتيف بتاعها بيساوي كام؟ خليني اشوف حد اساله كده اشوفه متابع ولا لا. اياد عماد انا ما سمعتش صوتك، اياد معايا؟ x power 5 التفاضل بتاعها بكام؟ 5x power 4. طيب x power negative 3 التفاضل بتاعها بكام؟ negative 3x power negative 4. more than perfect، روعة يا اياد. بالفعل انا بمشي على هو قانون واحد، انا بنزل باور واطرح من الباور واحد، whatever الباور ده كان positive او negative او اذا كان even though اذا كان fraction اذا كان كسر. طبعا لو انتم لاحظين يا باشمهندسين هتلاقيني كاتب لك y بيساوي x سكوير، y بيساوي x power 5. كمان حبيت ان انا ااكد على ان لما بشوف x power negative 3 هي 1 divided by x power 3. لو انا حبيت to differentiate 1 divided by x power 3 هي it's exactly the same x to the power of negative 3. لما بعمل الديريفاتيف بنزل باور واطرح من الباور واحد زي ما اياد قال. لو بصيت على اللي تحتيها هي هيها نفس القانون، بس انا برضو حبيت اوضح عشان في ناس بتتلخبط شويه او ممكن يحصل لخبطه. لو انا عندي constant times x to the power of n،
يعني لو انا عندي مثلا 3x to the power of 4 يبقى y داش على طول هيساوي 12x power 3. خلي بالك بعمل multiplication then subtraction، ضرب وبعدين طرح. لما يبقى عندي negative 7x to the power of 2 it's gonna be negative 14 to the power of x. تمام يا باشمهندسين؟ اي مشاكل مع اي حد؟ اوكي اكمل؟ انزل معايا هتلاقيني نتيجة ان ده مهم قوي والناس بتتلخبط، بعض الناس بتغلط فيه، يمكن نتيجة السرعة او نتيجة ان هو مش مركز شوية. لو انا عندي 1 over x to the power of n انا عدت عليها اكتر من مسألة عشان اوضح برضو النقطة دي على طول. في ثانية 1 over x power n هيبقى x to the power of negative n، y dash الباور ينزل وبطرح من الباور واحد يبقى ده الفورم بتاعها، وهتلاقي جنبها اكتر من مثال بيناقش النقطة دي. كمان حبيت ان انا أأكد على الباور. لو انا عندي mth root for x to the power of n، تاني mth root to power of x أو لx power n، يعني لو انا بجيب الجذر الثامن للx أس n، لو أنا حبيت أعمل لها derivative it is really very simple. All you have to do is to reform this power to be n divided by m. مجرد أن تخليتها x to the power of n divided by m أقدر to differentiate على طول. الباور ينزل وأطرح من الباور 1 يبقى n over m في x to the power of n over m minus 1. وبرضو موجود جنبها بعض المسائل البسيطة، زي مثلا لو أنا عندي cubic root for x square so it's gonna be x to the power of 2 over 3، لو أنا بعمل لها derivative it's gonna be 2 over 3 في x to the power of negative 1 over 3 زي ما أنتوا شايفين. معايا يا باشمهندسين؟ أرجوك لو في حاجة أنا ماشي عليه، أنا ماشي بسرعة لأني متخيل اللي أنا بقوله ده أنت already familiar be، فبحاول أمشي فيه بسرعة يعني، لكن لو في حاجة واقفة أرجوك don't hesitate إنك توقفني وتقول لي طب دي إزاي. دكتور معلش أنا لسه داخل، ممكن لو في تعريف بسيط بس للمادة ولا حاجة؟ إن أصلا ما كنتش كمان ثانوية عامة فما مش بعلم بالحاجات دي. هو دكتور ما فيش صوت صح ولا؟ أنا مش باين عندي صوت برضو. ولا أنا. هو كان آخر حد يتكلم أنا صح؟ تمام. هو الدكتور طلع أصلا.
هو كده خلص كل حاجه. مهندسين سامعني؟ طب بيقطع دكتور. شباب طب بيقطع السلام عليكم باشمهندسين. سامعينك يا دكتور. سامعينك سامعين حضرتك.